السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكم على بكامل جانب الفريدين هي شهر ما زلتش لك رجالة بداية قوية. نلعبوا لعبة نيد فور سبيد درايفل. عندنا لعبة من 2013 يعني بتركوا من الفالك هنا. فهم بيش نطول عليك وقدم لايك واشتراك وشير ولايك ديك الدوة كاملة. وهي نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نبدو متسابق زي المجرم كين أقل نبدو مجرم ولا شرط إجرام من بداية تسابق سباق وخلاص لا عمشين توا نعرفش نقرأ إنجليزي نعرف إنجليزي شوية لكن فخلاص خلص فرش هيا بنلعب تريننج تدريب كومبليت ريس اكمل سباق سكيب اهرب من الشرطة ودير سباق مع واحد وحصل 5000 جنيه نقول جنيه مية مية وريتو انجليزي يعني نقولكم حتى انا فاهم 2000 years later بعد عناء طويل جدا 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 يبا هيا بنلعب وخلاص احنا هيا بنلعب هيا مش عارف مرات قررت معش نزل على هاللعبة نيتم فيخ نبو نلعب احنا واخيرا نلعب ارتو اللي تمشي ارتو يبا هيا بسرعة لا حول ولا قوة الا بالله بقول نحن الحمد لله بنبدو نلعب بدا علموا فينا من جديد كيف بدأنا احنا عرب بهاي هاي ستارت ريس كنا نبدو سباق الوان نديرو سباق لما نكون هنا مية مية عادي نتعلم نتعلم هاي ابدأ هم يجروا لا مش الله حول في بوست بالإكس بوست مربع سطره الله أول سطرين ترتيب الرابع أنا لا إيش أنت لا يوجد طريق آخر لا يمين ولا يسار في الوسط مباشرة لا إيش أنت ما بريك ولا الترتيب الرابع الله صلحت السيارة دي بوست اجري ثالث بسم الله نفس الشيء يا عزيزي المتابع لا تتعجب لأن هذه هي قيادتي الله حول ايش يحرق لي الدم يزيد رايكم فيها تطريبة مليحة ولا انا ترتيب خمس وصل خمس يباي لا وصو من التحكم براي انا الترتيب الخامس براي هي المهمة قال لي اكمل اي سباق حتى كان ترتيب خمس كملنا المهمة الاولى غادي كاي جبنا الفلوس 5000 اللي يبوهم نعونا جبنا 7000 تو بتجري ورانا الشرطة عادي عادي تمام اوكي اوكي مية مية قول فاكي وخلاص انا مش فاهم شيء اهرب الشرطة وخلاص ادري فهمت عليك طريق مختصر مش تمشي بشورت هربنا منه
تعال ورانا. مطاردة بس بتريسم ماش باينة في خريطة الشرطة. وين مشيت؟ رب نملة ايشيني هو سكيبينج بشتار مشورته. لازم نكمل الازرق بجهة مشيتك. شو شو مية 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 بليش رايكم فيها شب 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 مية مية. هربت منها وشن وانا سكيب برسبت هربت من الشرطة دي او تاني مهمة. لعبة معقدة باش ندير قال لي لما تلقى شخص قيل لما تلقى شخص دور سباق تلقى شخص بيبلع يقول لك سباق كان يتبلو خص هنا في خريطة السباق مسار قصدي نفس الشيء وانا مش لازم نتكلم. لا 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 بعيد علي بعيد علي تبدأ ورمي ويبين نكمل السباق وخلاص مش لازم نجيب لو لكن انا زي ما قلت توا اجراء ايش هي ترتيب الثاني وين هو ربو مني قريب منه قريب اوكي 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 تستريبة كويسة تستريبة صحة بالضبط تمام قدامي يلبست شوي بشو اللي صار منه صح بالضبط باك والله ولات المرحلة الرابعة أنا توا في الإجرام روبو عندي 27000 جنيه كملت السباق الاول انا هنا وراي عندي جرام شنو نقول لكم الثاني جرام يبي نخش الكراج يبي نخش الكراج بيه نحفظوا لي الفلوس 55000 اللي فوق هنا انا ما خشيتش الكراج وشدوني الشرطه 55000 بيضيعوا ونونا هي تلف الخمسة فوق هذيك النار انت هاي بوي بس هاي بوي بالضبط اقرب جراج هنا اي برا الله انا عطيت العب انت ساكت تطريبة تطريبة الله الله يعينها تطريبة ما عارف نصدر من بيت الدريبة يا الله الله منظر البحر ايش منظر البحر منظر خارق طبيعة سيارتي بتتفجر بي هذيك لازم نصلحها ولا كان وصلت الكراج وتفجري مش هنحصلهم الفلوس قصدي مش لازم نشرح لكم نعتقد انكم فاهمين نعتقد ايوه كلام جديد انا تو كي نخش للكراج انا وين الكراج هذا الكراج عيد وات عيد اللون الله أول مرحلة لينا الله كومبليتد كملناه تو المرحلة الثانية تو لازم نلعب بني شرطي عادي عادي الشرطة تو بعلموني بسرعة نبي نلعب
قدرت لك انت عزيز المتابع، لان انا اللي نتعب انت تفرج وانا نتعب. يا هذا بالله دير لايك واشتراك باش تقدر تعب على الاقل. من اللي بتوس يو شرطي وين انا انا اتوصلت يو حطيتها في الشاحن. وين نبدو فيني؟ هو الريبيد ريبونس يبيني نربح. شنو بالضبط كيف هو؟ الله يعين على المرسيدس. مرسيدس غير انا هنا صلاة ريبا تطريبا انت وصلت ليد. برا وهي نكمله بسم الله. همشي من الوقت عادي عادي. نفي صلاح معرفش نسوق راح خدها مني. ربحتها الفضية مثلا مو اربح وخلاص. وينو جاتك يا صرصور ماشي عم بدور. اجلد ابلع الله. خلاص نصارته توني مش خش للجراج. واخيرا انا اقرب هنا في خريطة اقرب واحدة اقرب جاراج. مجرب لك مش وقت والله يعاني على التطريب والمرسيدس. ايوه برا غادي ناوس تونا التطريب. نفس الموضوع خبطتها في النهاية عشان بدها توخر. ماشي اظن ما عندي فاس واقدر نيت فور سبيد ضايع. واخيرا وصلنا الجراج ومركز الشرطة. الله نيو كار سيارة جديدة فتحت لنا سارتي ترى مليحة. هل بشي يا سيارة مليحة وقصدك عندي سيارة هذه في الشرطة. بنبي نفتح سيارة في الإجرام. أنا مش مهمتي الشرطة مهمتي الإجرام. عادي هي لعبة مش هذا تفهمش غلط. الله يكون عجبكم الفيديو تنساش دير لايك واشتراك. كان معكم عربي جيمر والسلام عليكم.